Thank you.
باقي أتعب فكها. أحاول والله أسميني بس مش عارف، أنا متلخبط أوي، very confused. يعني بعد ما لقيت الأرض دي كلها ومال وأهل، شوف طيبين وبيحبوك إزاي. أنت عارفة أن الأرض والفلوس دي ما كانتش أصلا في حسابي، والناس الطيبة دي صحيح احنا قرايب وعيلة واحدة بس ما يعرفونيش. هما آخر مرة شافوني أنا كان عندي 4 سنين مثلا، لسه بنتعرف على بعض و... طيب افرض رحت اسكندرية في العنوان ده ومثلا يعني ما قدرتش توصل لحاجة أو ما لقيتهاش؟ مش وارد الكلام ده، أنا لازم ألاقيها. ليلى أنا شايل ذنب أبويا وعشان كده لازم أدور عليها وألاقيها، على الأقل عشان الراجل ده يستريح في قبره وأنا أبقى عارف هي عايشة ولا ميتة. عايشة؟ إحساسي بيقول إنها عايشة، وهتلاقيها إن شاء الله هتلاقيها. على فكرة أنا إحساسي عبره ما خايب. ليلى مش عارف أشكرك إزاي، لولاك الفترة دي وقفت معايا أنا مكنتش هقدر أوصل لأي حاجة. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. بابا ومي وحشوني قوي، واحنا عندنا اسبوع نحضره، تيجي نروح؟ يلا بينا. يلا. انت عارفه اصلا اني وحشاني شقاوة ابو علي. ابو علي حبيبي، هو بيحبك قوي. الراجل ده بقى مهم جدا بالنسبه لي. كان جميل قوي ما شاء الله. أرض قلبي طبعا، مصروي قوي. احنا هنتأخر، ما تيجي نمد شوية. يلا بينا. يلا. الو، ايوه يا غاده. ايه هدى؟ انا وصلت بس الظهر ما فيش حد موجود. وبعدين هنعمل ايه؟ احنا محتاجين البرشوز جدا. طب انا همشي وشويه وارجع لهم تاني. واضح ان ما قدرناش حل تاني غير كده. معلش يا هدى بقى، هتعبك معايا يا حبيبتي. اروح لها؟ لا يا حبيبتي ما فيش تعب ولا حاجه. مع السلامه يا غاده. مع السلامه. انا اسفه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي دي مش شقة الأنسة ليلى؟ هي شقة الأنسة ليلى، مظبوط. طب أنا كنت محتاجة حاجات ضروري قوي، ما تعرفش هيجوا إمتى؟ هو الأستاذ حسن قاعد على القهوة، حضرتك ممكن تروحي له القهوة أو ممكن تستني هنا أو ممكن تقابليه وهو طالع على السلم. وعليك تفضلي، تفضلي حضرتك، ممكن أساعدك، أفضلك أي خدمة تحت أمرك، تحت أمرك. لا متشكرة، ربنا يخليك. الأستاذ حسن جه أهو، أستاذ حسن، أستاذ حسن جه. أستاذ حسن، الأنسة بتسأل على الأنسة ليلى. أمريني يا بنتي، أنا والدها. أنا هدى بشتغل مع الأنسة ليلى، كنت عايزة البروشورات اللي موجودة في الأوضة عندها فوق التسريحة. أوي أوي يا بنتي أوي. تعالي اتفضلي. متشكرة أوي يا أستاذ. فتحي، فتحي عبد الظاهر مدرسة أول لغة عربية. وحضرتك؟ أنا هدى. هدى، أهلا وسهلا. حضرتك، حضرتك. اتفضلي يا بنتي. السلام عليكم.
نفس ريحة الأنسة ليلى. ريحة هدى نفس ريحة الأنسة ليلى. قلبي دق دق، قلت مين قلبي بندق؟ قلت قال لي افتح ده زمان، قلت له يا قلبي لا 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 لا. فاكرة الكوشة دي؟ انا لقيت اسم حلو قوي للبنوته. ايه بقى؟ هدى. بص انت بتضربيني، انت بتضربي جوزك، انت بتضربي. انا هبقى كويس خلاص، سامح سامحتك جت في ودنك. حسبي الله ونعم الوكيل. هسميها هدى. كونسبت حلو، شكرا كله على بس ده غير هدى. حلو ده برضه مختلف. دي تعليمك دول؟ لا خالص تعليمي. انا افتكرت دول الطلبه بتوعك. اللي بتديهم كورسز بره. طيب انا عامه بس لازم امشي عشان هروح اجيب ورق بسرعه من تحت. طيب وبعدين من تحت. طب انا كده كده نازل عشان الشغل الجرافيك تحت. طب خلاص يلا. هاي ازيك؟ تمام. نادر في ايه؟ مفيش. ازاي وانت اصلا مش معايا؟ انا معاك اهو. فين نادر؟ انت لسه بتفكر فيها ولا ايه؟ مين دي؟ في مي يا نادر. مي ايه؟ هاجر بس. مي ايه ايه؟ انت كل ما بتشوفها اصلا بتسرح وكاني مش موجوده جنبك. نادر انا مش بكلم نفسي على فكره. يا هاجر مفيش حاجه، انا مش بفكر في حد. انا كل الموضوع بس اني مش فاهم مين الاخ اللي راح رايح جاي معاها ده. نعم واحنا مالنا احنا؟ هو الموضوع ده مش خلص ولا ايه؟ انا وطي صوتك في ايه؟ على فكره هي قدامك، ممكن تروح لها وممكن كمان ترجعوا لبعض. الله الله، انت بتغيري ولا ايه؟ بغير من مين؟ من مي اللي وشها زي ظهرها؟ انت اصلا كنت متجوزها ازاي؟ مش فاهمه. هاجر مفيش داعي للكلام ده. يا سلام، ومالك زعلت قوي كده ليه؟ روح لها يا نادر. هاجر يا علي بقى. انا ماشيه. ماشيه فين؟ همشي، انا عايز امشي. تمشي فين؟ احنا مش رايحين معرض سوا؟ لا انا تعبانه ومحتاجه اريح شويه. هاجر انا مش بفكر في حد. مي موضوع انتهى خلاص. خليش حاجه بقى تبوظ المود بتاع اليوم. ماشي يا نادر. استنيني انا هروح بس اودي حاجه لخالد واجي على طول. اوكي ماشي. انا في عربيتي بس لو اتاخرت انا همشي. اوكي بالبطل. ازيك يا مي؟ الحمد لله على اذنك. استني يا مي. عايز ايه يا نادر؟ عندي سؤال. انت ليه مع باسم دايما في الرايحه والجايه؟ انت مالك انت؟ انا مالي؟ انت مالك؟ ده شيء ما يخصكش. اسالني ليه اصلا؟ حب جديد ولا ايه؟ بالظبط، حب جديد فعلا. بسرعة دي يا مي؟ حياتي تنسي؟ بسرعة دي يا نادر. ماشي يا مي، بس لازم تعرفي ان انا لسه بحبك. نادر ما بيحبش غير نادر ومصلحته طبعا هو بس. كل اللي انت عملته اثبت ايه ده؟ متجيش دلوقتي تقولي انك بتحبني. عامة ربنا يوفقك هاجر، بني ادم لطيفة جدا، انت بجد تستاهل. بس انت بجد صعبان عليا. والله مش كبيرة يا احمد ولا حاجة. مش كبيرة؟ تعالى
تعالى تعالى تعالى نروح قسم الأطفال. ما تجريش ما تجريش ما تجريش على مهلك. مالك مالك؟ الحمل تعبني قوي. هو في اوله كده. الله استني استني هتكفي على وشي. بص اللعبه الحلوه دي تحفه. ايه ايه ايه؟ مش هنشتريها؟ ما هي يا قلبي اهي اهي. لا يا حبيبي دي لون تاني. ما هو فيها احمر اهو يا قلبي. ايه يا احمر بقى؟ يا حبيبتي بقول لك ايه، الحاجات دي كتيره قوي، ولو ابن وزير هيكبر والحاجات دي هتترمي. وتترمي ليه؟ يسيبها لاخواته. ما انا هخويه، ما انا هجيب عيل كده فرداني. هاتي راسك هاتي راسك، ربنا يقومك بالسلامه في البيبي الاولاني ده، وبعدين نبقى نفكر في اخواته. بقول لك ايه، انت لو عايزه اخوات حاجتين لازم تنفذيهم. ايه يا حبيبي؟ اول حاجه تقفلي الموبايل، الموبايل واحنا مع بعضينا. تاني حاجة قطعي لولا. ايه؟ ايه؟ قطع لولا؟ تعالى ورايا. حاضر استنى. بصي يا احمد دي حلوة قوي، فظيعة والوانها تجنن. تجنن تجنن تجنن. طب احنا مش هنجيبها للنونو نونو؟ امتى؟ دلوقتي يا حياتي. هي الحاجات دي مش باينة قدامك؟ مش باينة؟ مش شايفة الحاجات دي؟ لا 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 دي مرجحة. وبعدين احنا عايزين نجيب الحاجات بسرعة عشان نلحق نروح المكتب، علشان هو ده زمانها رجعت من عند ليلى، مش عايزينها تقابل الزبون لوحدها. ايوه صح، بس انا يعني عايز اتاكد من حاجه. ايه يا حبيبي؟ هو انت واثقه انك حامل؟ امال ايه يعني، انت مش باين عليا ان انا حامل ولا انت عامله كده؟ هو اي حد عامل كده يبقى حامل؟ ما هي الست واقفه هناك اهي عامله كده. حامل؟ لا بس انا نفسي غم عليا. لا اذا كان كده معلش. طيب يلا يا روحي. يلا على فين؟ يلا نروح القسم الالعاب التاني. طب هاتي دي. لا مش قادره، الحمل تعبني قوي. لا هاتيها. لا ابعتهم يجيبوها. بس هاتيها شيليها انت. بس يا حبيبي عاجبك حاجه تشيليها. فين نمشي كده اهو؟ الف الف سلام. مش عايزه اقول لك انا اتبسطت ازاي اليومين دول، عمري ما هنساه. احنا اكتر عملتوا للبيت حس، شرفتونا ونورتونا، والمره الجايه بقى لازم تجيبي مي وبابا معاكي ان شاء الله. بس انتوا لازم تنزلوا لنا مصر باذن الله. اوعي انتوا مش بتجيش. لا لا ما اقدرش. وبعدين سيبها اللي قلت لك عليه اللي هو ايه؟ المره الجايه عايزاكي لما تكلمي لي تفرحيني وتقولي لي انه حصل. يلا عايزه اشيل عودك بقى على ايديا. تتربى في عزكم ان شاء الله. ربنا يخليك. الله سمي سمي ما شاء الله. والله يا حاجه انا ما عارفه اشكرك ازاي، بجد بجد انا متشكره قوي واتشرفت بمعرفتكم. شرفتينا وانستينا يا ست ليلى، وعايزين نشوفك تاني ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وانت يا ادهم ما تنساش زي ما وصيتك، اول ما توصل لحاجه تكلمني على طول. ان شاء الله يا ان شاء الله. انا هروح على العنوان اللي معايا ده، واول ما اوصل لاي حاجه هكلمكم. مع السلامه. يلا يا عيال نزل الحاجه دي للست ليلى في عربيتها. عينيا. حاضر. يلا مع السلامه حبيبي. الف سلام. الله يخليك ادهم. انا ما بقاليش غيرك، اوعى تقطع بيا، انا ما صدقت لقيتك. ما تلاقيش. سلام. ايه الحاجات دي كلها يا جماعه؟ معقوله كده؟ ايه حاجات بسيطه كده، المي وبابا، وبعدين ده خير جوزك. تعيشوا ربنا يخليكم. نشوفكم على خير. مع الف سلام. بتطمن عليكم دايما. مع السلامه. توصلوا بسلامه. ابقوا طمنوني اول ما توصلوا. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. الله. ازيك؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا دير؟ ايه بس بتعمل ايه هنا؟ عامل ايه؟ ايه اللي بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه انت؟ انت ايه مستني ماي ولا ايه؟ وحشاني جدا. هي فين؟ راح تجيب حاجه من المكتب وجايه. تشرب قهوه معانا؟ لا لا شكرا،
انا بس مستني مي وبعدين هنطلع على وسط البلد نتفرج على معرض كده. اه تمام. ما تيجوا معانا؟ لا معلش بس عندنا بروفا لازم نروحها ونخلص وبعد كده ممكن نشوفها. طيب ماشي اوكي. اتفرجتوا على الشغل كله لينا؟ ده حاجات شباب. ايه يا باي؟ عاملين ايه؟ عامله ايه؟ اهلا اهلا. مفيش اي وحشه، مفيش اي كلام، مفيش اصحاب. انا عارفه، انا عارفه ان انا مقصره معاكي والله، بس طب ايه رايك تيجي تعدي عندي في البيت؟ طيب يلا يلا نعمل معادي. لا مش انت. طيب اكلمك النهارده؟ طيب تمام خلاص خلاص ماشي ماشي. ايه بقى انتوا، ايه النظام؟ المشاريع دي مش محسكوا باي نفسنا؟ لا مش حلوه. مش حلوه؟ شكلها موضه رهيبه. يا جماعه انا حاسه ان انا هخلص الرساله والدكتوراه والجواز وخلف واموت وانتوا قاعدين. دي حاجه ترجع لك، انت عايزه تبقي كده، لكن انا عايز حاجات تانية ليها علاقه بالفن والجمال. يا ابني انا ما قلتلكش حاجه، اعمل اللي انت عايزه. انت فاهمني. اعمل اللي انت عايزه بس خلص الاول. قشطه 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 ماشي ماشي. نفض لي انا. طيب احنا يلا طيب اشوفكوا تاني. راح فين؟ هكلمك. انت مين يا جدي؟ ماشي توفيق. باي باي. يا باسم سلام يا فهد. سلام. ايه ده؟ انت مالك انت؟ انتوا مش ملاحظين اي حاجه؟ ملاحظين ايه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ انا عايز اعرف يا حوار مايا وباسم. انت مالك انت؟ ما تخليك في نفسك، مش كفايه اللي نادر عملوا فيها؟ يا ستي ربنا يوفقهم يا عم، انت وهي. في ايه؟ انا مستني العروسه. مين اللي هتبص لك؟ بقول لك ايه؟ سيبك منه بس، كلمتي سما ولا لا؟ وردت عليكي؟ امال ما بتردش على تليفوني ليه بقى؟ ما انا هقول لك. قولي لي. انا كلمتها على تليفون البيت. اه ليه بقى؟ اهلها مشددين عليها من ساعه ما ابن عمها ده طلع بقى في البتاع. يعني ايه يعني مش هتيجي؟ يعني مش هيسيبوها تنزل الكليه؟ يا عم هتنزل بس اصبر لغايه اما اهلها يحلوا الحوار، بعد كده هتنزل. انا بص من ساعه ابن عمها ما دخل يعني في الموضوع وانا خلاص يعني حاسس ان هم يعني هيخطبها. يا عم انت عبيط. تخطبها ايه؟ اصبر لغايه اما هتتخرج وهتتجوزوا وهتبقى صاحب ابن عمها في يوم من الايام. بقول لك الواد ده اصلا ما بينزلش من زور وخلاص بقى، يعني انا ما بسحبش الاشكال دي اصلا. خلاص اهدى 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 ابو سريع. يلا بقى نطلع على المحاضره للدكتور صلاح عشان هنسقط ان شاء الله. يلا. الله الشيخ ميمي عامل ايه؟ ازيك يا فاروق؟ تمام. ازيك يا هديه؟ تمام. مش هتحضر ولا ايه؟ لا مش هحضر، انا اعتذرت عشان عندي انتخابات. انتخابات ايه؟ ايه ده؟ انت مش كنت مكبر للحوار ده؟ ايه اللي حصل؟ عادي بقى، هي جت كده. المهم بس ما تنسناش في الاصوات. اصوات؟ ماشي يا معلم، ربنا يوفقك ووفقنا اهو. قشطه قشطه. طب ايه تحضروا ولا؟ يلا 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 يلا. سلام يا مدير. نعم. انت مريم بتتعامل معايا كده ليه؟ بتتعامل معاك ازاي؟ انت مش فاضيلي وانا مش عايزه يعني اشغلك. انا مشغول ولا حاجه. بعدين انت لو بتسألها تعرفي انا مشغول ولا لا. ما هو انا بروفات وحفلات وانت انتخابات. ربنا معاك. شكرا. بس ممكن لما تخلصي نقعد مع بعض شويه؟ هشوف كده. ماشي يا هادي، استنى تليفونك. ربنا يسهل. هوي عليك الشطه؟ لا كتير عليا انا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بس معلش انا تعبتك معايا خالص. انت ما تصورش انا اتبسطت قد ايه اليومين دول، بجد كنت محتاجه للتغيير ده. طب الحمد لله. طب اقول لك ايه؟ اشكرك بقى، عاوز اعزمك على البتاع ده. ايه البتاع ده؟ ايه ده؟ حاجه عاوز اجربها كده، بيتحط عليها شطه وملاقي الناس واقفه. حمص الشامي؟ حمص الشامي بالظبط بالظبط. ماشي بس انا عايز اقول لك بقى، عندنا هنا في مصر بنسميه حلبسه. حلبسه؟ ايوه حلبسه. يبقى يلا نشرب او ناكل حلبسه. الاثنين شرب وبيتكلم. طيب كويس. ساعة ما جيت على مصر انا نفسي ادوق اصلا. سلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ ايه ده مي؟
مش معقول. عاملين لنا السلام. هاي مساء الخير. الله يسلمك. هاي ازيك؟ ازيك يا ادهم؟ عامل ايه؟ الحمد لله السلامه. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. باسم ادهم وليلى اختي. اختها كبيره. اهلا وسهلا. سعيده. انا اسعد. اهلا وسهلا. باسم فنان تشكيلي وبيساعدني في الرساله بتاعتي. هايل. برافو. اتفضلوا. انا بقى هعوز الحمص بتاعي دقه كتير وشطه كتير. شطه كتير. ها تمام. شطه كتير ودقه دقه دقه دقه. بقولك ايه يا ريس؟ ايه الاخبار؟ تمام. ايه عملت ايه؟ يعني تمام. وصلنا لقرايبه وما شاء الله عنده ارض، بس للاسف لان مامته اتجوزت في حته تانيه لسه مش عارفين العلاقه، بس على الاقل اهله يعني ان شاء الله في امل. ان شاء الله. بيني وبينك صعبان عليا قوي. هو عامل ايه طيب؟ متضايق ولا ايه؟ يعني اكيد بس ما بيبينش. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. اهلا يا فندم. حلو الحمص؟ جميل. حلو. اه بس هتندمي على الشطه اللي زودتيها دي. كده زود الشطه لو سمحت. اه ده تحدي. ايوه تحدي. ماشي اوكي هتاخدي بتاعي في الاخر. وادي اتنين سحلبسه جايين في السكه. حلبسه. اسمها ايه تاني؟ حلبسه. اوكي. حلبسه. معلش يا جماعه بعد اذنكم. الو. هي all good darling. I'm in Egypt. No way. When is that? Perfect. Okay, but I'm gonna get some friends with me. Yeah. Thank you so much. Big kiss. Bye. Bye. الله ما لسه بدري، احنا هناكل الحمص مع بعض. لا استنوا شويه بقى عشان دي واحده صاحبتي مغنيه مشهوره جدا في اوروبا، وبصي بتعمل مزيكا حلوه قوي، موجوده هنا في مصر وعامله حفله بكره وعزمانه اننا نروح، فلازم نروح. اوكي انا ما عنديش مانع، انا موافقه. تيجوا معانا؟ لا انا للاسف بكره عندي شغل. اه كمان انا هحاول اظبطها. يا ريت يا ريت، هتعجبكم جدا على فكره. قول لي ممكن اقول لغادة واحمد كمان؟ طبعا طبعا. يا نهار ابيض جدا. لا مش حمص، حلبسه بقى. برافو حلبسه. حلبسه معلش. ايه في؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. عاوزة واحدة تانية؟ لا لا أنا هموت حرق أصلا مش قادر. وحشتني يا أبو علي. وحشتني يا حبيبي. وحشتني. وانت كمان وحشتيني قوي قوي. ايه ده؟ ايه يا بنتي ده؟ البيت بيبقى مش معقول من غيري يا حبيبي. يا بابا بقى كده يا ابو علي، يعني بعد كل اللي عملته معاك ده وفي الاخر لاي ليلى في الحضن. لا 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 ازاي ازاي؟ الحقيقه ميوي قامت باللازم واكتر كمان، بس يعني هي بتعمل رز معجن شويه. بقى كده؟ لا لا بس حلو حلو حلو. بيهزر والله بيهزر. ماشي ماشي انا هطبخ لك من عينيا. يا حبيبتي وحشني اكلك. لا مؤاخذه ادهم يا ابني، اصل دي اول مره ليلى تبعد عني بالشكل ده. خالص خالص اوعى تقول كده. انا هسيبكم بقى شويه مع بعض كده، وحبيت بس اجي اعتذر لك اني لا 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 تعتذر ايه، تعالى اتفضل. انا هعمل شاي. اقعد. بابا جايبين فطير مشلتت وبيض وزبده وحاجات ايه روعه روعه. الله اكبر الله اكبر. تعالي معايا ساعديني. اقعد اقعد يا ابني. تعالى اتفضل يا ابني اتفضل. الله يا فرحتي جايبه كل الممنوعات اللي انا باكلها. ازيك يا ابو علي؟ الله يسلمك. الحمد لله. ايه قول لي احكي لي بقى ايه اللي حصل هناك وعملته ايه؟ قابلت قرايبي. وطلعوا بجد؟ الحمد لله. وشكلي كده عن قريب كده حاسس والله اعلم. حصل لماما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل خير يا ابني ان شاء الله. يا مسهل يا رب. جايبين لك شويه فطير مش عاوز اقول لك بقى. الله الله فطير مشلتت. ايوه بالسمن البلدي. بالسمن البلدي. اه بس على الله ليلى توافق ان ناكل منه. بقول لك ايه، انا هاخد حته في الخباز نخبيهم كده على جنب. ماشي ميوي اديني السكريه من عندك.
تفضل. شكرا. طريف قوي شكله باسم ده على فكره. على فكره دكتور صلاح هو اللي عرفني عليه، يعني مفيش اي حاجه، يعني بس بيساعدني في الرساله مش اكتر. ايه هو انا قلت لك حاجه؟ لا ما قلتيش، بس يعني بس عشان تبقي عارفه مفيش اي حاجه بيني وبينه. يا ميون انا واثقه فيكي يا حبيبتي، وبعدين لو في اي حاجه تفرح قلبي اكيد هتقوليها لي، مش هتخبي عني. اكيد يا ميون خلاص. وبعدين عادي يعني الموضوع كله اللي احنا بناكل حلبسه على النيل، يعني انا كمان يعني ايه المشكله؟ بس ما قلتليش بقى الحلاوه اللي انت فيها دي. حلاوه ايه؟ جو الارياف مشي معاك حلاوه؟ يا سلام. لا بجد احكيلي. ايه يا بنتي في ايه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ انا كويسه وطول عمري حلوه كده عادي يعني. امال وشك احمر ليه اهو؟ احمر مش شطه، شطه الحلبسه. ايوه ايوه مشيها شطه يا لولا. اوكي براحتك خالص. ماشي خدي الاطباق دي يلا امسكي. بس بعد ما قالوا لي انها اتجوزت الراجل ده في اسكندريه ادوني عنوان، فانا خلال اليومين دول هطلع اسكندريه واسال، على الاقل اسرته او اهله هيعرفوا يدلوني عليهم. ان شاء الله انا متفائله وحاسه ان الموضوع ده قرب يخلص. ان شاء الله. ميرسي. اتفضل يا سي بابا. شكرا. ايه شاي اخضر تاني يا ليلى؟ طبعا شاي اخضر. طب روح افتح الباب. كفاياك دلع. اتفضل. حاضر. ايوه كم سكري انا؟ مساء النور. ممكن اصورك؟ طبعا. اصل انا بتعلم التصوير دلوقتي. والله الحمد لله على السلامه. ازيك يا فتحي؟ اصل انا شفت العربيه واقفه تحت فوتك اصورك. قصدي اسلم عليكي. تعالى يا فتحي. تعالى. اتفضل يا فتحي. والله ليك وحشه. ايه ده بجد بجد؟ طبعا يا اخي انت جارنا عشره عمر. ازيك يا فتحي؟ اهلا وحشتني يا اخي. معلش شاي. حاضر اتفضل. طب بصي بصي خليه ياخد الشاي بتاعي، انا نفسي فنجان قهوه. هقوم اعمل لك. انا مش عايز شاي. الله خلاص انا هشرب الشاي. طب خليك يا ليلى انا هعمل. لا مظبوطه لو سمحت. عامل ايه يا فتحي؟ الحمد لله. لقيت امك؟ ايه ده؟ امك؟ ايه يا ابني الالفاظ دي؟ الله ارحم ارحم. اسمها مامتك والدتك؟ معلش يا معلش انا اسف، اصل هو مدب شويه. لا 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 مفيش اي حاجه، انا وفتحي بقينا اصحاب جدا وبنتكلم كده عادي. مش كده فتحي؟ اه كده طبعا طبعا اكيد 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 طبعا. لقيت يور مام؟ ماي مام. يس يس. لا والله بصراحه لسه ما لقيتهاش يا فتحي. ما جايز مش تكون في مصر اساسا، يعني ممكن تكون في استراليا، في الهند، جنوب افريقيا. طيب ما احنا بندور اهو، ربنا يسهل. يا ابني ان شاء الله ان شاء الله لما هتسافروا اسكندريه هتلاقوها. ان شاء الله. انتوا هتسافروا اسكندريه؟ ان شاء الله. انتوا الاثنين مع بعض؟ انا عايز سكر. انت دوق الفطير. إيه ده؟ ده فطير، فطير من عزبه ادهم، بس ايه تحفه. خد يا ابو. انت عارف يا ابو علي؟ ايوه. الفطير ده عاملاه ليلى بايديها. معقوله؟ والله ده دي مفاجاه بقى. يا ابني ما انا قايل لك ان ليلى طباخه بريم. استنوا بقى يا جماعه في اللمه الحلوه دي اوريكم الصور اللي خدها لي ادهم هيك. اما مكان تحفه تحفه. ايوه 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 ايوه. اتفرج بقى يا بابا معايا كده. وريني يا بنتي. بص الزرع والخضره. الله. لا منظر. ايه ده؟ ايه ده الجحش؟ لا بس ايه الطبيعه الجميله دي؟ بس شفت الجحش الصغنن ده؟ صغنونه قوي. دي الارض بتاعتنا دي. وبص هنا وانا لسه فلاحه. بنتي فلاحه. فلاحه ممتازه. حلوه قوي. شفتيني وانا راكبه الحمار يا فتحي؟ الدليل ان انا بعمل لكم الفطير. صدقتي بقى اني يا طباخه بريمو جدا. فلاحه بريمو. طبعا طبعا. انا عايز ابقى اجي معاكم. يا نهار ابيض ده انت تنورنا يا فتحي. ومره ناخد صور بدل الصور الوحشه دي. ليلى فلاحه. تماما تماما. بص الصوره دي بكره اصوركم. اتفضل. انت صورنا يا سيدي. وانا يا فتحي. استنى استنى. صار عليه معلش صار عليه. كنت اصور معاك؟ يا ريت. تصور معانا ازاي والله؟ ما انا هصوركم. انا هصور. او انت الادهم. على فكره انا مصور ممكن اصوركم عادي يعني. يلا. ايوه يلا يا سيدي. بصوا لي هنا بقى كده.
ابتسامة يا فتحي بقى. مرة. ايوه كده. يا سلام. حاضر يا فتحي. كده يا فتحي؟ يلا يا فتحي. بصي لي هنا يا فتحي. الله عليك. ما تدوسي الله عليك. بالراحة جدا. مبروك على الكاميرا يا فتحي على فكرة. أنا واخد بالي اشتريت كاميرا جديدة. على فكرة احنا كنا بط هناك. لا. خيانة. ايوه ايه يا فتحي تعالى اتفضل. انا جيت في وقت غير مناسب؟ لا لا خالص ولا حاجه. تعالى اتفضل. انت لابس كده ليه؟ معلش انا لسه واصل من السفر وكنت داخل اخد دش. تعالى. انا مش هعطرك. طب يلا يلا تعالى بس. خش خش يا فتحي. وحشتنا والله يا فتحي. تعالى اقعد. تعالى اتفضل اقعد. من غير ما اقعد. انت 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 بالراحة. أنا إيه يا فتحي؟ أنت أنت بتحب ليلى؟ إيه؟ أنت بتحب ليلى وليلى بتحبك مش كده صح؟ فتحي مع إني مش عجباني طريقتك دي بس أنا حاسس بيك. لأ مفيش أي حاجة ما بيني وما بين الأنسة ليلى. هي مجرد بتساعدني احاول الاقي مامتي. يعني صحاب بس. مفيش حاجه اسمها هنا صحاب، اصحاب دي عندكم هناك بره، احنا هنا ما بنفهمش الصحوبيه بين الراجل والست، عشان كده انا بسالك انت بتحبها ولا لا؟ طب بالراحه بالراحه. تعالى نقعد، تعالى نقعد عشان نعرف نتكلم. تعالى يا فتحي. تعالى. مش كده؟ انت بتحب ليلى قوي. انا حاسس بيك والله. رد عليا. قول لي انك بتحبها. شاغل نفسك بس احنا جايين منين ورايحين على فين ونازله مع مين وراجعه مع مين. رد عليا. بتحبها؟ أنا قلت لك قبل كده إن إحنا هنتجوز. طب وأنا مالي يا فتحي؟ ما تتجوزه. ما هو أنت من ساعة ما جيت وهي كده مش عارف يعني مش شايفاني كده وشكلها يعني صرفت نظر عن الموضوع بقى يعني. فتحي أنا مبسوط إنك فتحت معايا الموضوع ده. كنت عاوز أتكلم معاك فيه. ممكن أسألك سؤال؟ انت بعمرك قلت لليلى انك تحبها؟ عبرت لها اللي جواك؟ هي تعرف قد ايه انت بتحبها؟ شاطر بس توقف لي ورا البيبان وتشغل لها مزيكا وشاغل نفسك عاوز تتعلم التصوير وعاوز تتعلم انجليزي. انجليزي انجليزي يا فتحي. على فكره الانجليزي بتاعك وحش قوي قوي. فتحي انت لازم تعبر عن اللي جواك. لازم تقول لها انت حاسس بايه. يا اخي على الاقل تعرف هل يستاهل كل اللي انت فيه ده ولا لا مجرد وهم في دماغك. انت بتتكلم معايا كده ليه؟ يعني احنا كنا كويسين. ايه اللي جابك يا اخي؟ لا يا فتحي لا. انتوا عمركم ما كنتوا كويسين مع بعض. فتحي ليلى مش حاسه باي حاجه من اللي انت بتقولها دي. ما تعرفش انت حاسس بايه. فتحي انا من ساعه ما جيت على مصر وانا حبيتك
وحاسس انك راجل طيب واللي في قلبك على لسانك، عشان كده حاسس اننا قريبين من بعض وينفع نبقى اصحاب. فتحي ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده، ما ينفعش. انت عايش حلم وهم يا عالم هيتحقق ولا مش هيتحقق. لو سمحت ما اسمحش انك تتكلم معايا بطريقه. لو سمحت. تسمح ايه يا فتحي؟ تسمح ايه؟ فتحي احلى حاجه في الدنيا الحب. احلى حاجه ممكن تحصل لبني ادم انه يحب. بس عارف اللي احلى؟ انك تلاقي اللي انت بتحبه ده بيحبك قد ما انت بتحبه. او على الاقل عارف. فتحي حب يا راجل، بس طلع اللي جواك، عبر عن مشاعرك، قول، ما تكسفش. ما ينفعش تقفل على نفسك وتقعد تحب لوحدك من غير ما اي حد يحس بيك. فتحي انت بتحاول تلاقي اي سبب تعلق عليه فشل العلاقه اللي انت فيها دي. طب انتوا ليه بتسافروا مع بعض لوحدكم؟ ليه؟ فتحي انا مسافر مع بعض عشان انسة ليلى بتحاول تساعدني الاقي والدتي. وموضوع البيت ده جه بالصدفة. والله العظيم بالصدفة. صدفة؟ أرجوك خليك قاعد، خلينا نكمل كلامنا. فتحي أنا قلقان عليك ومش عاجبني اللي أنت بتعمله في نفسك ده. أرجوك اطلع من الوهم اللي أنت فيه ده واتكلم، قول. ما ينفعش كده. هعدي عليك يا فتحي. وانت كمان وحشتيني جدا. الحمد لله على السلامه يا لولا. ازيك؟ قولي لي بقى عملتي ايه؟ انا عملت رحله حلوه قوي قوي، مش عايزه اقول لك انبسطت قد ايه. شميت هوا حلو وغيرت الجو وركبت حمار وعملت فطير. ايه ده؟ عملت فطير انت؟ والله عملت فطير، هوريكي الصور. تمام جدا. وعامله ايه؟ وادهم كويس؟ ادهم كويس قوي الحمد لله. لقى مامته؟ لا ما لقاش مامته، بس لقى اهله يعني. هنوصل لها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ها بقى قولي لي ايه اللي حصل وبالتفاصيل. يعني هيحصل ايه يعني؟ يا بنتي قولي بقى، ده صوتك فيه حاجه غريبه كده، فيه فرحه يعني ايه؟ بس بصي، يا حصلت حاجه كده، هي عاديه، حاجه عاديه خالص يعني مش غريبه، بس هي بصراحه غريبه عليا قوي يا غادة. ايه اللي حصل بقى؟ يعني هو كان عايز يشكرني، فيعني
طبيعية جدا كده راح مسك ايدي وبيسع. بس ايدك؟ مين اللي بس ايدها؟ ولما بس ايدك بقى انت حسيتي بايه؟ حسيت ايه؟ اتكسفت طبعا جدا ووشي احمر وتوترت، بس بينت ان مفيش حاجه يعني. ها وبعدين؟ ايه يا ليلى؟ بقول لك بالتفاصيل، انا بحب التفاصيل. لا مش حاكي بالتفصيل، مفيش حاجه تتحكي بالتفصيل، انت مجنونه؟ لا والنبي والنبي بالتفاصيل، انا بحب التفاصيل قوي. تفاصيل ايه اللي انت بتحكي؟ اسمعي يلا روحي لجوزك، روحي لجوزك. ماشي. بقول لك ايه؟ احنا بكره ادهم عازمنا كلنا. طيب خلاص، يبقى نتقابل في المكتب الصبح وتقعدي تحكي لي على كل حاجه. اوكي. لا انا مش جايه الشغل بكره، انا بقى عايزه اروح اعمل شعري كده احضر نفسي. تعملي شعرك؟ حقك برضه. ماشي تمام، شكلك اصلا راجعه هلكانه. يلا تصبحي على خير. ماشي يا جميله. ببوسك يا غاده. وانا كمان ببوسك. باي باي. ايوه كده. يا ريتك كنتي معايا، كنتي اتبسطتي قوي.